¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ويش لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين كاملين بخير. مهم، اول تشالنج عندي في هذه القناه، واو، ومعامل مع با. المهم نتمنى يعجبكم هذا التشالنج اخوتي. درته مع با فاش كنا في المغرب، ولكن وقع واحد المشكله، حطيت لكم في يوتيوب تبلوكا في الدقيقه الاولى، حيت كانت فيها واحد الموسيقى فيها كوبي رايت تحايل. بزاف ناس بقات تقول لي اي من خويا فين مشى التشالنج اللي درته باك، اي من اي من علاش حيدته؟ راه ما حيدتوش على شي حاجه، حيدته حيت ضربنا الكوبي راي. المهم راه ولينا عاودنا للمونتاج، والحمد لله الفيديو كان باقي عندي في لاكارت ميموار. المهم نتمنى يعجبكم، ديروا جمجمه جمجمه وخلي كومونتيرات بزاف، اللي كنقراهم كاملين باش نعرف الا راه عجبكم الفيديو اخوتي، باش نعاودوا شي فيديو اخر بحال هكا. وراكم عزاز كاملين، فرجه ممتعه. واش لافامي كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. يمكن واحد التحدي خطير خطير جدا، وكنتحدى اي يوتيوبر اي انسان. المهم لافامي، البارح راني صيدت سرق الزيت وزرنان، ولا هكا كيقولوا له، راني دايرهم هنا، راني مبلع عليهم. هادو هما اللي غادي ندير باش نديروا التحدي اليوم. غادي تصيفطوني ديش، ها هما، ها هو. المهم غادي نديهم البلاصه نتاع التحدي ونوريكم داكشي. ها هما اخوتي، كاين هذا راه في الرهار بالاخر، واحد لهنا فرق غادي. تحدي خطير اليوم غادي تشوفوه على المباشر. واش لافامي كي دايرين؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا بالله يكون خطير، هذا تشالنج تحدي، وكنتحدى اي يوتيوبر ما عمرو شي واحد دارو. ها هو سرق الزيت، ها هو انا هذوك الخنافيس، ها هما، ها هما حتى هما راهم هنا يحوسوا. المهم اللي غادي التحدي ندير مع الله، نقدمه لكم، نقول لهم السلام. السلام عليكم المهاجرين والمهاجرات، راكم تشوفوا خرجوا صراحه تمشوا فوق الطابله حيه. درنا الفيديو مع ايمن بلوك، راني خايف دعي معايا على كلشي خنفوسه، او على كلشي خنفوسه راه غادي نعس الطبيب تاع محمد السادس. المهم التحدي تاع اليوم غادي يكون تاع القاع. مثلا الى تيريت هكا وجبتها هكا وتراها فيا هكا، غادي نعطيك بيضه اللوجه، بيضه بيضه حتى نكملوا البيض. والتحدي الواعر الاخير هو غادي تبقى بيضه، واحد غادي يشرب بيضه هكا خضراء، وواحد غادي ياكل كريلو ياكل جوج بخضراء. المهم تحدي خطير بزاف، وبحال مثلا نقولوا هو خسر وكريلو دارو فمو ما قدرش يسرطح، يعني تقياه غادي يدي 200 درهم، يعني 100 درهم راها ديالو 100 درهم راها ديالي. غلبت انا غادي نديهم ليا. المهم بقاو معنا غادي تشوفوا التحدي. بقاو معنا وحدودي، الا كنت خنفوسه عافوني راني في الطب تاع. المهم التحدي غادي يبدا هنا، وانا البيض ما خايفش منه، ولكن راني خايف من داك سرق الزيت ناكلو انايا، هاني موجد له داك الشيء. المهم داك الشيء راه خاطر، بصح غادي نديرو ان شاء الله. نبدا غادي نبدا انا اول واحد. يلاه سيدي، دي. فايت، ادعيو معايا. عمري ما درت هاد اللعبة هادي، عمري ما درت هاد الفيلم. أوي مشى. المهم غادي نكمل أنايا، وراه فايا أنا فايتها. يلا كونوا معايا متبعين. ربح 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 يا 15 وسطي يا غدا. يلا عزها وصويتين ميموني حسيبه كاس عليا. ويلو واخا البوسه كليتها اليوم، واخا البوسه مشات، واخا البوسه غادي ناكلها انا. اي 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 وتي والو غا انا ما كليتهاش. غادي تحط 200 درهم، حط 200 درهم. وما كنتش غير البوسه عيب الله. حضيو وحصلوا معايا، دعيو معايا. ها ويلي والو. المهم توري عاود انا ما بغاتش كاع تجيب هاد القرعه وتقول وحدايا. اي 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 هاد اللعبه ما عمرني انا لعبتها، وما غنجي فيها والو. يلاه سويتي. والو يلاه دعي معايا، دعي باش تخرج الخبزه. والو الخبزه غادي تتكل اليوم. بلعب فايت. كل شيء غادي يولي غبيض. التعادل والله.
اشوفك داش مدني اجي من المغرب عاد صغير ديال الجزائر المغرب وقعد لا لا حتى داز السلاح اخو ديال المغرب قام يتمشى ثلاثه لا ديال جوج تحب ديك عفاش واحد يسجلنا بيسوك واش لا فات شي واحد هذا بصح دابا اللي تكتك خصني هاي راه يتمشى راه يتمشى قرب قرب شويه ماشي هو غادي ياكل هذا على فكاسي تاع سبيير ولا تاع المغرب هذا ما عندهاش الفيزا هذا عندها فيزا على الجنسيه في المغرب غادي يضربهم بجوج ناحيه ما ناحيه دوكا درت ما خصني نسرطهم غادي نتدي الفلوس صافي انا ندي الفلوس لا الا ما سرطتهمش الا سرطتهم غادي ندي الفلوس صافي يلا كي دير الفلوس صفقوا معايا كي ما خصنيش نسرطهم ديت الفلوس غادي 20 اورو يا 20 دير هذيك 20 اورو هذا اللي لعب عليه 20 اورو لا يتكتك والله الا راه يتكتك بابا اللي معاك بالشرطيه يلا طلع مراكش نلعب معاكم فرجكم اللي لعب معاكم اللي راه يشوف فيا ولا راه يشوف فيا خصني دوكا نهزو الله لو كان اسكت نتايا موت موت الكلب شي وراهم ياكلوهم انا زعما ما ناكلوش ولا شوفوا علاش ها غلبته يلا كول كول كل شيء دير معاك مع باك البلوك هذه التوبه يلا 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 هات والله لا تفضل هو داخل اي لا ما يمكنش والله قطع حق يا الله يا الله يا الله يا الله غلبتو في التحدي اغلبته في التحدي ب 20 اورو راه يتكتك لهم اسكت قطع له غير راسو راه يتحرك لي فمي راه يدري يدغي قضيت عليه هذا الخطر يلا عذر بالفاكانسي والله ما قديت بصح غادي والله الا عليكم نتوما غادي نديرو خسر التحدي ماشي خسرت يعني الا صرت غادي ندير 200 درهم بصح ما عادش نقدر نصرطو مستحيل ما نعرف غادي نديرو فمي ونشوف ديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو خصو يضرب التفاعل بارطاجيو هذا الفيديو هذا الفيديو راه يا الله يا الله يا الله يا الله بارطاجيو شوفوا نتوما على ثلاثه بارطاجيو هي بشويه حسبوا بارطاجيو وصلوا هذا الفيديو واحد 100000 بارطاجيو شد بارطاجيو ثلاثة جيب لي الشيطة تاع السنين جري والله إلا راني رجف أخوتي راني حس بنساني تبنجا راهم كاع يتقياو ليا والله إلا راهم يتقياو نساني نحس بيه بحال داير تبنج جيب جيب الله يحفظك المهم لا فامي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا التشالنج راكم شفتوا عليكم واش دار التشالنج ما كانش شي واحد دارو وعاد ما درتوش مع صاحبي درتو مع با يعني خصكم تعطيوه الدعم والسوبور رخصت 100 درهم وكليت سرق الزيت با تكرفس عليا في هذا التحدي المهم سوبورتيه ولايك بارطاجيوه راكم عزاز كاملين والقادم احلى صافي حايد عليا